تدريب الكلاب بالأماكن الخاصة مع مدربين متخصصين بهالمجال أمر جدا مهم، أهم التعليمات اللي بتنعطى مع الفترة المستغرقة لتجهيزهم. التدريب أكيد معروفة، يعني بدك تطول بالك على الكلب، بدك تمشي معه ستيب باي ستيب ليأخذ هالريزولتس وتفهمه بالبادي لانجويج شو الفكرة اللي بدنا إياها منه وهو شو لازم يعطينه. نحن بنقدم كذا سيرفيس، منهم البوتي ترينينج، البيسك اوبيدينس، هن هول أهم اثنين يعني غير أمور الأتاك. موضوع البوتي ترينينج تقريبيا عم ياخد شهر، في كلب أقل في كلب أكتر، هيدا كله بيرجع على آي كيو الكلب، والأهم الأهم إنه بيلجأ على الأونر قدي عم يهتم بهالشغلة وقدي عم بيتبع له إياها معه. بيسك أوبيدينس كمان عم ياخد شي 1 to 2 months كمان حسب الكلب، بريد الكلب. العناصر المهمة اللي يجب تدريب الكلاب عليها ليصبح بإمكانها تواجدها بالمنزل وكيفية التعاطي معه. لازم يتعلم الكلب وين يعملها بالبيت، لأنه ما رح تقدروا تعيشوا مع الكلاب إذا ما كانوا عارفين بأي أريا يعملوها، سو حيعذبكم وتتعذبوا معه. كمان بس نخلص منه الترينينج، نعمل ترينينج مع صاحبه ومعه ليفهم صاحبه كيف يعطيه الأوامر البيسك اوبيدينس بالشكل الصح ويفهموا ويصيروا على بعض. بعد الحادثة الأخيرة اللي حصلت بمنطقة الدكوانة بانكضاض كلب على صاحبه مما أدى إلى دخوله المستشفى، شو الأسباب اللي أدت لهالهجوم برأي المدرب مجد وكيفية تفاديها؟ أكيد في بريد مثل دوبرمان بيتبول بيوصلوا لعمر إذا ما تعطيت معهم بالشكل الصح بيكونوا فاتوا بستريس، عم يتنقزوا من كل شيء حواليهم، بيعمل الأونر معهم شيء رياكشن غلط بتأدي لهيك حادثة. الكلاب بشكل عام ما بتخرف، الكلاب على التراكمات ما حي يعني حياته مع حياة الأونر، بيصير في تراكمات الأونر ما بيعرف يتصرف معه، بيصير في ردود فعل للكلب، يعني هيدا شيء طبيعي. كرمال هيك نحن بنحذر إنه ما تدربوا كلبكم بالخبيط بأشياء تأذيه. بنصح كل حدا بده يجيب كلب يعرف شو بده يجيب بريد على بيته، قادر يتحمله ما قادر يتحمله، الكلب بالنهاية عنده مصروفه الخاص، يكملوا له طعومته مع الديورمينج، كل هيدي القصص. من عمر 3-4 شهور فيهم يبلشوا له تريننج، ونحن كذا دوغ ويسبرر عم نتابع على طول مع الزبائن بوتي تريننج مع البيسك اوبيدينس. المسؤوليه الكبيره اللي بتوقع على مربي الكلاب بمعاملتهم بالطريقه الصحيحه ليست فقط لعدم المهاجمه او الاذيه، بل للمحافظه على هيدي الروح الموجوده معهم بحياتهم.